ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة بتنجان صحي ينفع للدايت، حلو قوي، بطريقة جديدة وهنستفاد بيه في الخضار اللي هيبقى موجود فيه. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. اتمنى ان انتوا تابعوني وتعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت وشير. اول حاجة هنا عندي بتنجانية كبيرة، انا مقطعاها شرايح رفيعة جدا بالشكل ده، مش هقشر الجزء ده، انا غسلتها بس الجزء ده بس اللي قشرته، اللي هو بيبقى في اول البتنجانة. ومعايا كمان مجموعة من الخضار، معايا بطاطس، معايا كوسة، معايا فلفل الوان، ومعايا كمان جزارية، معانا كمان إضافة وهو الفول الصويا المجروش، برضو كوباية إلا ربع منه منقوعة، ومعانا البهارات بتاعتنا زي ما احنا بنحب بقى، الملح والفلفل البهارات ومرقة الخضار والباودر، توم باودر وبصل باودر، معانا كمان بصلاية هنا كمان. هنبتدي أول حاجة في معلقة زيت واحدة هشوح بس البتنجان، هبتدي اشوح البتنجان عندي تشويح خفيف كده، معلقه زيت واحده بس، يعني انتوا شايفين الزيت قليل جدا. بعد ما اتشوح بالطريقه دي كده نبتدي نطلعه، مش عايزاه يبقى متحمر قوي، يعني يدوبك تشويحه بسيطه كده. هجهز مع بعض الخضار، هحط زيت زيتون او اي زيت تحبوه يعني. بعد كده هنزل بالبصلايه واقلب طبعا كويس فيها، هحط الكوبايه اللي ربع منقوعه من الفول الصويا، هحط البطاطس برضو، الجزر، كل دي بطاطساية وجزراية، انا بقول لكم برضو ايه المقادير نبقى عارفينها. برضو هحط كمان كوسة، هي الكوسة دي عبارة عن اربع كوسات متوسطين، او لو ثلاث كوسات كبار شوية. طبعا انا مقطعة الحاجات دي كلها مكعبات رفيعة، لو انتوا تاخدوا بالكم مكعب رفيع خالص. هحط كمان عندي البهارات بتاعتنا ومرقة الخضار واقلب كله مع بعض، هحط كمان الفلفل الالوان. طبعا كل الحاجات دي مليانة فيتامينات، فيتامين سي، فلفل الالوان ده غني بالفيتامين سي جامد جدا، يمكن اكتر من البرتقال والليمون، كل الحاجات دي مفيدة. هوطي بقى عليهم النار ويستووا على بخار المية كده، هغطيهم زي الخضار السوتيه كده بالظبط. هجهز معايا شوربة او صوص هسقي بيه الصينية، وهتبقى عبارة عن مرقة من الخضار، معلقة صلصة، ومعلقة من زيت الزيتون. هبتدي احط كمان كوباية من المية، هبتدي ارفعها على النار لغاية ما المرقة بتدوب وتغلي. عندي هنا الخضار خلاص استوى، يعتبر على البخار، وكمان معاه الفول الصويا. هبتدي احط 3/4 الصينية، هسيب بس حاجة بسيطة كده، حطها هفرشها في الأرضية بالطريقة دي. بعد كده هحط البتنجان أرصه اللي أنا عملته، هحطه كده بالشكل ده. هبتدي بقى أحط معلقة من الخضار على
بالمنظر ده كده. كده حطيت الخضار عليه، هبتدي بقى اسقيه بشوربة الصلصة. مش هحط كتير، على قد الكوباية اللي انا، كل ده بس عشان ايه ما تتلدعش من تحت. احنا هنسيبها مش كتير، لان تقريبا يعني كل الاكل مستوي. يعني لو بصينا للبطاطس مستوية، كل الخضار عندي مستوي والبتنجان مستوي، يا دوبك بس هتدي وش، ممكن نشغل عليها الشواية تاخد وش. عايزة احط برضو لو شرايح طماطم برضو رفيعة، ممكن نحط شرايح طماطم رفيعة خالص بالمنظر ده كده. ممكن نديها رشة من الملح والفلفل برضو على الطماطم، ونحطها بقى في الفرن. مش هتاخد وقت، ممكن نديها نشغل الشواية كمان عشان الطماطم تحمر. كده صينية الخضار بالبتنجان جميلة جدا، طلع لذيذة وطعمة اولا صحية. مش البتنجان مش مقلي، يا دوبك زيت خفيف خالص. كمان عندنا هنا الخضار كلها فيتامينات. لو عجبكم بقى الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.